في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، دخل عليها وبين يديها نوى العجم تبع التمر، فقال: ما هذا يا بنت حيي؟ قالت: يا رسول الله 4000 حصاء أو نواء، 4000 مسبحة من 4000 لكن غير منظومة، لم يكونوا يعرفون إيه النظام هذا، لكن مفرق، نوى مفرقة كذا أمامها تضعه في طست في دلو في كيس وتسبح واحدة واحدة، فتعرف أنها إيش سبحت 4000 مرة. شيء جميل، شجع نفسها ورد، لا تريد أن ينقص عن هذا، يزيد ممكن يزيد لكن ما ينقص عن 4000 مثلا، فتسبح بها، تريد أضبط تسبيحاتي بها، أعرف كم سبحت. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت مذ قمت على رأسك، ها؟ ما عدل بما قلت، أو كما قال، قال أنا في الوقت هذا البسيط جدا قلت شيئا عدل إيه بما قلت. قالت: فقلت: علمني يا رسول الله. كيف طيب؟ يعني أنا 4000 ربما أخذت منها إيه ساعتين أو 3 ساعات، وأنت الآن في نصف دقيقة. يعلمها الجوامع، جوامع الأذكار. قال: قولي يا صفية سبحان الله أو سبحان الله وبحمده عدد ما خلق من شيء. هاي كلمة واحدة، عدد ما يكتب لك هكذا. طب كم خلق الله من أشياء؟ كم بليون 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 بليون. كل حبة رمل هذا أي شيء خلقه الله، كل حبة رمل فيها ملايين الذرات، كل ذرة فيها كذا من إلكترونات بروتونات، كل أشياء هذه ومعدودة عند الله، أحصى كل شيء عددا، لا إله إلا هو، كل شيء محصن أو محصي عند الله تبارك وتعالى. هذا العدد يكتب لك إيه أنك سبحت به. الله أكبر، لا ينتهي الأمر، لا يأتينا متنطع صارف لنا عن ذكر الله يقول خلاص إذن بلا تسبيح بلا حصى بلا نوى قولوا هكذا، لا، نحن سنقول 4000 مرة كما قال الرسول: سبحان الله وبحمده عدد ما خلق الله من شيء، سبحان الله وبحمده. وانظر عاد كم يكتب لك يا حبيبي يا أخي، كم يكتب لك؟ بلايين بلايين بلايين، لا يعلم ذلك إلا الله. لذلك هذا الذكر يثقل الموازين. بعض العلماء زعم أن قوله لها ما هذا استنكار، هذا كذب على رسول الله. استنكار، أين راحت الاستنكار؟ هو علمها صيغة تضاعف أجورها، ولم يقل لها هذا الذي تفعلين زيادة في شرعي يستحق الذم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بإجماع الأصوليين، وليس لرسول الله أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. لو كان فيما أتته أم المؤمنين صفية رضي الله عليها، لو كان فيما أتته شيء من بدعة أو ما يستحق أيها الإخوة المذمة لنبهها على ذلك، أليس كذلك؟ لأنه لكنه علمها الجوامع، وكأنه يقول لها داومي على ما أنت فيه ولكن بالجوامع، يعني لا تقول سبحان الله وبحمده سبحان، لا، قل سبحان الله وبحمده عدد ما خلق من شيء، يضاعف أجرك ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره كالحاكم كذا، وأخرج أهل السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه، وأظن ابن حبان أيضا، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة جالسة قاعدة وبين يديها نوى أو حصى كومة هكذا تذكر بها الله تبارك وتعالى، تذكر بها الله تبارك وتعالى، فسألها النبي فأخبرت أنها تذكر الله تسبحه تهلله تقدسه بهذه الحصيات أو بهذا النوى، فقال: أفلا أدلك على ما هو أفضل وأيسر، طريقة أسهل. فقالت: بلى يا رسول الله. نفس الشيء الجوامع كما علم صفية. قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء، سبحان الله عدد ما خلق الله في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق الله بين ذلك أي بين السماء والأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، ومثل ذلك أي قولي مثل ذلك الحمد لله، ومثل ذلك لا إله إلا الله، ومثل ذلك أي قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، في كل مرة هكذا عدد 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 عدد
الجوامع ولم ينهها. ولذلك رأينا العلماء الأماثل الأكابر عبر العصور يحتجون بهذين الحديثين على مشروعية السبحة عبر العصور، ومن أواخرهم القاضي الإمام المجتهد محمد ابن علي الشوكاني صاحب نيل الأوطار. اقرأوا نيل الأوطار، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، منتقى الأخبار للمجد أبي البركات ابن تيمية، هو جد ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليهما جميعا، وقد بوب بابا أيها الإخوة، باب جواز عقد التسبيح أي بالأنامل بالأصابع، باب جواز عقد التسبيح وعده بالحصى والنوى ونحو ذلك. بوب للسبحة، يعني يجوز أن تتخذ السبحة. والشوكاني احتج بالحديثين وبآثار أخرى وقال لأنه لا فرق، لا فرق بين النوى والحصى مفرقا، وبين النوى والحصى إذا كان منظوما في نظام وهو المعروف بالسبحة. قال إيش الفرق؟ ما في أي فرق. وهذا يعني كلام مقبول جدا يسير في مهيع العلماء عبر العصور رضوان الله تعالى عليهم، حتى من المعاصرين الذين يعني أيها الإخوة لا يتساهلون في شؤون البدع والمحدثات، لا يتساهلون، قالوا السبحة ليست من البدع، السبحة شأن عادي لا عبادي. من هم؟ الشيخ المرحوم عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي المملكة السعودية قال هذا شأن عادي وليس شأنا عباديا. نعم قالوا عقد التسبيح والأذكار بالأنامل أفضل لورود ذلك في السنة، ولأنهن مستنطقات لحديث أبي داود والترمذي عن يسيرة، يسيرة بالتصغير إحدى المهاجرات، للأسف تجد في بعض الكتب بصرة خطأ ويسيرة مصغرة، يسيرة إحدى المهاجرات قالت قال رسول الله للنساء مر بالنساء فقال لهن سبحنا وهللنا وقدسنا ولا تغفلنا عن الذكر فتنسينا الرحمة. الله أكبر، النبي يقول هذا، لا تغفلن عن ذكر الله فتنسين الرحمة أي سبل الرحمة وطرق الرحمة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أي الغفلة، الغفلة عن ذكر الله الذي لا يذكر الله دائما وفي كل أحواله رجل غافل. القرآن يقول هذا لخيرة خلق الله، ورسول يقول هذا للنسوة المؤمنات الصالحات الصحابيات، سبحنا وقدسنا وهللنا ولا تغفلنا عن الذكر فتنسينا الرحمة واعقدنا بالأنامل. قال تردنا إحصاء العدد بالأنامل، 30 33 هذا 100 إلى آخره بالأنامل، واعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة تشهد. قد يقول قائل والأرض مستنطقة، صحيح، والسجادة التي تصلي عليها مستنطقة، والله صحيح، والثوب الذي صليت فيه مستنطق، والله صحيح، وكل شيء مستنطق وسيشهد لك أو عليك بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تحدث تقول يا رب فلان ركع علي كذا وكذا ركعة، يا رب فلان بكى علي هنا وهنا ساحت وانداحت دموعه هنا، تشهد لك يوم القيامة. فالسبحة أيضا ستشهد لك، طبعا كل شيء سيشهد لك ما في كلام، والثوب سيشهد لك بإذن الله تعالى. لكن أيها الإخوة نتساءل مع العلماء والصلحاء، 33 و99 و100 يمكن أن تضبط بالأنابل، شيء سهل جدا نفعل هذا، وهذا أفضل، أفضل من السبحة. لكن 1000 و2000 و10000 و30000 و50000 بعض الصالحين كيف تضبط بالأنابل؟ ستلهيك عن إيه؟ عن الحضور في الذكر وستخطر. ولذلك الأفضل قال بعض المحققين الأفضل إذا كثرت الأعداد أن تتخذ السبحة أفضل من الأنامل. لماذا؟ لتحضر في الذكر، ليحضر قلبك. وموضوع إيه؟ الضبط خلاص الحمد لله، في الآن حتى سبحة إلكترونية هكذا، يعني ميكانيكية عفوا مش إلكترونية، وفي بعضها إلكترونية ديجيتال يعني أحسن، ما في مشكلة، المهم أن تحضر في الذكر مع الله تبارك وتعالى، لا تتشاغل بالضبط كم وتكتب وترسم، لا 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 لا، اذكر احضر وأحضر قلبك. وهذا اجتهاد ممتاز جدا قاله الإمام ابن علان رحمة الله الصديقي الشافعي شارح الأذكار وشارح رياض الصالحين والمؤلف المشهور الفقيه المتوفى سنة 1057 للهجرة في القرن 11، وله كتاب اسمه إيقاد المصابيح أيها الإخوة في اتخاذ المسابيح عن السبحة، كتاب عن السبحة
أطول من كتاب السبكي. والإمام عبد الحي اللكنوي رضوان الله تعالى عليه المتوفى في أول القرن الرابع عشر الهجري 1304 للهجرة له كتاب عظيم جدا أنصح بقراءته، اسمه نزهة الفكر في سبحة الذكر، عن السبحة المسبحة. كتاب اسمه نزهة الفكر في سبحة الذكر، استحسنها جدا وذكر فضائلها أيها الإخوة ومزاياها، واستدل لها بأشياء كثيرة على سنة العلماء الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشيخ ابن باز المقصود والشاهد في الحديث أنه لم يعدها بدعة، قال هي من الأمور العادية. عودوا إلى فتاوى اللجنة الدائمة كان يرأسها في وقت الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه، قال هذا مسألة عادية، المسألة العبادية الذكر نفسه، أما كيف تضبطه هذه مسألة عادية. الآن نحن نرفع النداء لصلاة الجمعة مثلا والصلوات كلها نرفعه بالميكروفون، أليس كذلك؟ بعضهم يرفعه حتى بطريقة برضو إلكترونية، شيء يؤذن جاهز لا بأس، وإن كان الأفضل بصوت إنسان حي، لكن نبلغه للناس بالميكروفون وليس بالصوت المجرد ولا في جرة مكسورة أو ما إلى ذلك. يجوز، هذا شأن دنيوي تقني فني. الشأن التعبدي الأذان نفسه وكلمات الأذان، لا تقول لي هذه بدعة، لم يكن رسول الصحابة يرفعون النداء بالميكروفون والأجهزة الحديثة، هذا شأن دنيوي لا علاقة له، وسيلة، شأن وسلي، وسيلة، شأن وسلي، النسبة إلى وسيلة وسلي وليس وسيلي، غلط هذا، فعيلة فعلي، شأن وسلي. والتعبد هو النداء، نذهب إلى الحج بالطائرات الآن وبالسيارات وليس على الجمال والبغال، يجوز، هذا شأن وسيلة. لذلك قال العلماء في اللجنة الدائمة في المملكة السعودية، قالوا لأنها وسيلة لا مقصد، السبحة وسيلة لا مقصد، كيف تقول لي بدعة؟ بدعة إيه؟ طبعا بعض الناس حكم ببدعيتها للأسف الشديد، له ذلك، لكن ليس له أن يشن على الناس وأن يقول أنتم مبتدعة. إذا كنا مبتدعة فمشايخ الإسلام وهم بالمئين استحبوا السبحة أيها الإخوة، استحبوها وندبوا إليها واستحسنوها واتخذوها، ومن أمثلهم على الإطلاق شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وكان له سبحة، صاحب فتح الباري، اتخذ السبحة مش فقط الشعراني والسيوطي كذا أبدا، وإنما الحافظ ابن حجر شيخ المشايخ رضوان الله تعالى عليه. نحب لإخواننا أيها الإخوة أن يرفقوا بنا وبالأمة وأن يتعلموا وأن يعلمونا التواضع، لا تأتي تشدد على الناس وتأخذ قولا مرجوحا وشاذا ولا دليل عليه وتريد أن تلزم به الأمة، وأحياناً مثل هذه المسألة، مسألة التسابيح أو المسابح، وأن تحرمها من من خير كثير تسأل عنه يوم القيامة، لماذا حرمت الأمة من هذا الخير الكثير؟ تتنطع وتتشدد وتتغمق في المسائل. نعم، بعض العلماء كما قلنا قالوا، لا أحب أن أذكر أسماءهم حتى لا يساء الظن به من بعض الناس انفعالاً، لا، لكن لهم ذلك، هذا اجتهادهم، وهم قلة، وهم قلة، الكثرة الكاثرة على استحسان المسبحة بفضل الله تبارك وتعالى. الإمام سحنون، طبعا بالضم أو بالفتح، سحنون أو سحنون، اسم طائر ببلاد المغرب معروف بشدة اليقظة، سمي به هذا الإمام الجليل، فقيه أهل المغرب، قيل ليس بين مالك وسحنون من هو أفقه من من سحنون، ولا عبد الرحمن بن القاسم وهو شيخه، ولا عبد الله بن وهب وهو شيخه، ولا أشهب وهو شيخه، تتلمذ لهم وصار نظيرا لهم بل تفوق عليهم. لذلك قيل ليس بين مالك وبين سحنون من هو أفقه من سحنون، أفقه من أساتيذه رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. وكان رجلا عابدا، وكان قاضيا، قاضي، وهو صاحب المدونة، المدونة لسحنون، قصتها معروفة. كان يحضر مجلس علمه من العباد يأتونه من أنحاء الدنيا وأصقاعها أكثر من طلاب العلم، لأنه كان عابدا قبل أن يكون عالما، وكان رجلا متألها صالحا ربانيا رضوان الله تعالى عليه. وقيل لم يبارك لعالم أو لأحد في أصحابه بعد رسول الله ما بورك لسحنون ولا للصحابة، أكثر رجل الألوف أخذوا عنه، قالوا كانوا بالبلاد أصحابه أئمة، صاروا أئمة، ليسوا علماء عاديين، أئمة الذين تخرجوا بسحنون، وهذا لبركته وصدقه رضوان الله تعالى عليه. يقول أحد تلاميذه: دخلت على سحنون شيخنا وإمامنا وإذا به وقد علق تسابيح في عنقه يسبح بها، حط في رأسه هيك معلقه وبسبح بها. سحنون، قل له أنت مبتدع، أنت لا تفهم السنة، قل له هذا،
قل هذا لفقيه أهل المغرب، لشيخ الإسلام في وقته، لإمام الأئمة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقل هذا لابن حجر ولأمثال هؤلاء. هكذا يسبح بها رضوان الله تعالى عليه. بعض الناس يقول لو كان فيها إيه خير، لو كان فيها خير ما تركها رسول الله، رسول الله لم يكن له مسبحة. وأما ما يزعمه بعض الناس أن الرسول خلف في تركته 9 أشياء ومن ضمنها المسبحة، فغير صحيح، كما قال صاحب التراتيب الإدارية عبد الحي الكتاني، غير صحيح أن الرسول خلف مسبحة، غير صحيح. الرسول لم يتخذ مسبحة خرزا في نظام، الصحابة فعلوا ذلك أيها الإخوة، لكن من غير نظام. الإمام علي عليه السلام، أبو هريرة رضوان الله عليه، أبو الدرداء، أبو سعيد الخدري أيها الإخوة، سعد بن أبي وقاص، أبو صفية أحد مواليه رسول الله، أبو صفية مولى لرسول الله كان يتخذ هذا، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين كانت تسبح بالنوى والحصى، وصفية والمرأة في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أهل السنن وغيرهم. هذه أثار 8 تقريبا يمكن أن تقفوا عليها مفصلة في بعض كتب السنن كأبي داود والترمذي، وأحسن في مصنف ابن أبي شيبة، تقفون على كل هذه الآثار، على كل هذه الآثار. روى أبو داود في سننه عن رجل من طفاوة، من قبيلة الطفاوة، قال تثويت أبا هريرة بالمدينة. ما معنى تثويته؟ نزلت عليه ضيفا، حللت عليه ضيفا، لغة جميلة. تثويت أبا هريرة بالمدينة المنورة فلم أجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا أي في العبادة ولا أقوم على ضيف منه. طبعا يقول لم أجد، هذا لا ينفي إيه؟ أن هناك من هم كذلك، لكن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. قال ورأيته يجلس على سرير له وعنده كيس ملأه بالنوى، ملأه بالنوى يسبح بها، سبحان الله، يرمي نواة إلى الأرض، حتى إذا أنفدها وجارية سوداء تجلس تحت السرير جالسة، حتى إذا أنفذ ما في الكيس من النوى أيها الإخوة دفعه إليها، رمى بالكيس فجمعته أي النوى في الكيس فأعادته إليه، وهكذا ورد طويل جدا جدا، الله أعلم كم ألف مرة. أبو هريرة قيل كان لا ينام حتى يسبح 12,000 مرة، هذا قبل النوم، أبو هريرة هذا ورده رضوان الله عليه قبل النوم 12,000. يا حسرة على أمثالنا، يا حسرة، أضعنا العمر سبهللة ولسنا أصحاب رسول الله ولم نجاهد جهادهم ولم نتضوى برؤيتهم، ومع ذلك نحن ما شاء الله مستغنون، عندنا نوع من لماذا نفعل، لماذا نتعب أنفسنا هذا التعب، كأن أحسن منهم ما شاء الله علينا، نحن مش محتاجين الحسنات، هم كانوا محتاجينها نحن لا نحتاجه، مساكين نحن. نسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الجواب عن اعتراض وشبهة لو كان فيه خير ما تركه الرسول في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.